عسلامة. عسلامة. مرحبا. الله يسلمك. تعرفوا عليك؟ طارق العرفاوي، نسكن في حي زهور، أصيلة يقبلات. مرحبا بك سي طارق، مواطن تونسي، فلاح صغير. هكا ويلي؟ فلاح صغير، من الصغار الفلاحين. وقتاش بديت الفلاحة؟ والله بديت الفلاحة من عهد جدود، أنا من 2006. بديت في تربية الماشية، زراعة الأشجار المثمرة. يعني أي فلاح موجود، الخير اللي عندنا نحن والله ما عند حد. غير بركة الأصوامات اللي نحكوا نحن على علوش العيد، راهو ثم راهي ثم برشا في حاجات علوش العيد، راهو كان بكري والخير عندنا موجود، وتربية الماشية كانت موجودة. صحيح. راهي قلت، راهي تربية الماشية قلت عندها مدة طويلة. من وقتاش؟ من 2007. كبيرة نحن بكري، أنا تو من المنطقة اللي نسكن فيها مشهورة. أكبر حاجة معتمدية تقبلات معروفة في كامل الجمهورية، أكبر معتمدية تنتج في القمح وفي الشعير وتربية الماشية اللي مشهورة بها. هذه نحكي لك بالتاريخ. اليوم وقتي شفنا الحالة اللي وصلت لها قبلات، شيء لا يوريك. تربية الماشية اللي بكري كي نجو للمعتمد يشجعنا نحن على تربية الماشية، كالعشرة نعجات اللي كانت ديما والماشية تلقاها موجودة كل عام عندنا. من بعد الثورة ذي الكل تنحان، ما يمش تقل الماشية. نحن توا غاديك حشاك تمشي البلاصة فيها تلقاها أربعة ديار، يعني خمسة ديار، تلقي ود الدجاج أكثر من الغلم. ما عادش الفلاح توا نسمع المواطن يعيط يقول لك العلوش غالي. والله مرات نبدا متعدي ونشوف تاجر، أنا ما نشوفش الفلاح الوقت هذاك، على خاطر احنا نبيعوا ونعرفوا يعني السوم. والله نحشم كي نسمع اسم علوش بالسوم هذاك نحشم بيه انا. عليه هو قديش؟ يقول لي هو يعني تلقيه هيك نتاع 400,000 يقول لك 700,000. وين المشكلة من شكون؟ المشكلة والله المشكلة في اللي قال يخدموا في المجال الفلاحي. ثم تجاوزات كبيرة. يعني هل هو ذاك هو السعر معناها السوم الطبيعي؟ والا ثم استغلال حسب رايك؟ لا ثم استغلال. انا فلاح ونعطيك من الاخر، راهو ثم استغلال. راني رام الناس انا ماذا بيا، والتوانسه كلهم يعايدوا ياكلوا اللحم وياكلوا عليه التوانسه. ان شاء الله نقولوا نحن الخير اللي جاي غير بركه تتلفت الدوله لك صغار الفلاحين تشجعهم. نحن في عهد بن علي راويك، ما كذبش بن علي راويك كي قالك غلطوني، رام غلطوه صحيحه. انا منطقتي من 2007. لكن بن علي في الوقت هذاك شجع صغار الفلاحين. انا اولهم، انا اول واحد نعمل مشروع في قبلات نتاع الاشجاري المظلمه، وزدت في 2013 عملت مشروع بتاع تربيه ماشي. راهو شجعنا في وقت من الاوقات يشجعك بن علي ويزور لك المنطقه نتاعك ويشوفك المنطقه كالجمال وكالخير اللي تنتج فيه المنطقه هذيك. كان وزير نتاع الفلاحه كل عام يدش نقبلات على الزراعات وعلى الخير اللي فيها. من بعد بن علي اختي في 2007 اللي شفته وانا ما شافوش حد اصلا، ماني انا من صغار الفلاحين. انا اول واحد بديت بشرت بالمشروع نتاع الانتاج نتاع الواحد نتاع الاشجار المثمره. جانا بن علي قال مش يعملوا يعني سقوي ومش يوصلوا لك الصغار الفلاحين اللي عنده 10 هكتارات واللي عنده 7، نزيدوا نخلوهم يخدموا باش. في 2007 اختي بعد ما بشرت الواحد اليوم قطرة ما عنديش، نجحت فيها 380 عود زيتون. والاشجار الاخرى اللي زرعتها اللوز الكل ماتت لي في 2012. بكري كان ثم تشجيع من عند الدوله، لكن راهي ثم خيانه زاد. راوك نقولوا ثم خيانه، ثم اختي خيانه، ونحن وسنين نشوفوا في العلوش نقص. رانا احنا مسمي، راهي والله تونس فيها الخير الكل. يكذب عليك يقول لك تونس ما فيهاش، وتونس يتشاوموا علينا بالوحده، وتونس لا باس. راهو الخير اللي عندنا العلوش راهو موجود. رام يلزم رقابة على التجار. راو انت كتجي يعني كعيلة، هو ربي يعلم بحالة عنده 700,000 وكا العلوش هذاك انا كنبيعه يعني ب 700,000 خالص وفارح، يمشي الواحد اخر يقول له مليون.
قديش مش تطيحيله؟ مش تطيحيله 50؟ اكو تجار ما يرضوش بالثلاثين وبالعشرين وبالخمسين، ما يرضوش بها، يحب يصور لك في العلوش 200,000 و300,000. هنا اختي ثم راي ثم شويه تسيب. انا كان جيت مسؤول، اي كميون فيها وغلم نثبت من موله، يا لندرا فلاح يا لندرا تاجر، خاطر هنا على شنو الفرق مسيو؟ على خاطر يفرقوا برشا في السوم. انت تاخذ من معناها الفلاح يعطي سوم والتاجر يعطي سوم، يرحم والديك. الفلاح تو يبيع خالص. وثاني حاجه البركه نختم بالكلام، رانا المنتوج راهو قل في البلاد، راهو قل، يلزم الرئيس يتلفت للفلاحه، راهي ثم تجاوزات كبيره نتاع الفلاحه باش احنا نوصلوا. انا مربي نتاع اغلاق، انا مربي نتاع اغلام، ان شاء الله مازال عنا الخير يتلفت لك الشباب نسجعوهم. وزاد حاجه يتنحانا الاحتكار، يكذبوا سنه يقول لك علفة وما علفة، ثماش منها علفة، سارح العلوش على فمه، والخير عنا موجود والحشيش موجود والعلفة موجودة، وين الغلاء؟ رام يغلوه التجار هذوما لا اكثر لا اقل. ان شاء الله الشعب التونسي، ان شاء الله انا نتمنى من عند ربي ان شاء الله الناس كلها تعاي، وان شاء الله لك التجار نقول لهم خافوا ربي، خافوا ربي، راهو انتم كي تتلفتوا في غزه شوف الناس ترحم وتعاون في بعضها، ونحن يا رسول الله ما نرحموش بعضنا في عيد نهار ويمشي، ما هو خليها هكاك. وان شاء الله ربي يفضل تونس وربي ربي يحمي تونس ان شاء الله. يعني والسعر المناسب للعلوش، العلوش معناها حسب خبرتك انت كفلاح؟ والله حسب خبرتي انا كفلاح نحكي لك، راهو العلوش اللي عايد راه ولد 6 شهور، وعمرك ما تذبحي علوش ظريف ونقولوا نحن ظريف انت حتى من الحنان يعني تحني عليه على الموز. علوش يبدا مقبول تاع 400-450,000، ثم عائله ما عنديش، والله ثم ناس ما عنديش. ثم السوم 400-450,000، علوش مازال كي تولد؟ لا توا والله انا نتفرج في التيك توك في هم حاشاك يشغلوا في كتاتس يوروه هكا في التيك توك قطوس يبدا ملوح في الشارع توا نشده. انا نقول لك ب 300,000 القطوس هذايا كريشه اصفر ومنديش ونطلع فيه برشا حاجات ونعمل به دعايه. هذه هي احنا اللي لقيتنا شويه كدعايات. نكوع انا والله نبيع فيه ب 80,000 علوش ظريف، علوش ظريف كي تموت لي ناجه ولا يعني كنشروه من عند بعضنا. منهم واحد شاد علوش عمل له هي قرنها احمر وقرنها اصفر ويقول لك ب 300,000، تشوفها طفله باهيه تعجبها تكلمها تقول لها جيبوا لي. يعطيك الصحه مسيو، نخلي لك الكلمه الاخرى. ان شاء الله ان شاء الله عيدهم مبروك للشعب التونسي، وان شاء الله هي ربي يحني يخفف المظلمه على جماعنا في فلسطين وفي غزه. رب والعيد يوفى، نحن احنا فرحين بالعيد وهم فرحين به العيد، ورغم القصف ورغم، ان شاء الله ربي يحمي تونس. امين، شكرا.